أنا الكوتش. وفي قول آخر البروفيسير، ولكني أحبذ كثيرا لقب الكوتش. طبعا مع اللحظة اللي انتوا كلكم مستنيينها، لحظة توزيع جوائز الشهر. احنا فاز الشهر ده بالمركز الثالث معانا حنطلة. حنطلة حنطلة كل شهر بيفاجئني. حنطلة بيتطور تطور رهيب. حنطلة بقى يعيط أحسن، حنطلة بقى يتسول أحسن، بقى مصدق أكتر في كل لحظة بيعيشها في التسول. برافو عليك يا حنطلة. اديني اتفضل يا حنطلة. جايزة حنطلة للمركز الثالث. حنطلة فاز ب 15 يوم انترنت مجاني بسرعة 200 ميجا بايت. المركز الثاني بالنسبة لي كانت مفاجأة. البنت اللي قادرة على التحدي والمواجهة، البنت اللي باعت أكبر مخزون من المناديل الورقية في تاريخ هذه المؤسسة العريقة، عنبة. اتفضلي يا عنبة. هايلة يا عنبة. جايزة عنبة يا أولاد شهر انترنت كامل و 400 ميجا بايت مجانا. عنبة اتفضلي يا عنبة. اوه برافو، انا نسيت، مع الهدية الخاصة لعنبة علبة حلويات. وطبعا صاحب المركز الأول الأسطورة الإعصار زيكا. أنا مش قادر أقول عليه طفل صغير، لأ، زيكا يضاهي أكبر رجال الأعمال. زيكا دايماً شايف شغله كويس، دايماً عنده تارجت شهري، دايماً بيجيب أفكار مبتكرة عشان يحطم ويعدي هذا التارجت. زيكا ليه هدية كبيرة، هدية استثنائية مش زي أي حد. هدية زيكا وجايزته ماسورة الأحلام. ماسورة الأحلام يعني تكييف، يعني شاشة LCD، يعني بلاي ستيشن، يعني طبق فاكهة كبير كل يوم ولمدة 30 يوم، وهي مدة إقامة زيكا في ماسورة الأحلام. تستاهل يا زيكا. اوه اتفضل. تحب تقول لنا حاجة يا زيكا؟ أنا عايز أشكرك يا كوتش على كل حاجة أنت عملتها معايا، وعايز أشكر كل إخواتي المتسولين، لولاكم ما كنتش واقف الوقفة دي. آه والله، وشكرا لكل واحد دلني على إشارة فيها خير كتير، وشكرا لكل واحد نبهني إن في حكومة جاية عليا. الله، أخويا العظماء إنه زيكا. اتفضل يا زيكا، اعتلي ماسورة الأحلام. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.